الله فرغ عن الهدف. En nombre de los representantes de la mezquita de Selam, antes la bienvenida a todos los hermanos. Bienvenidos, la jazakum bekhair. Sallallahu alaihi wa sallam, en yataqabbal al khalis al a'mal, zil jami'. Idhan khabar ghanbdath, anbdath zi ayat bayinat, akhan khanti dighan, ihraman ant mzidan salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. جزاك الله خير، بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلنا بالكلمة ساكن وذكر الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الإسلام وضع يسوي ضيع الوقت. الإسلام من غادي تكبر الخاص خميني تري الصدق العمل تكت لله عز وجل، يعني الحسنات تريد مضاعفة. القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم خميني من قال خوش ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله عز وجل، يتلون حديث، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. جماعة قيم دي بيت الله ذني ربعة من العلماء قال شو خوج المسجد معلش مادام ليس كلام الله قيم مون دارس السور كلام الله الريزولتات النتيجة إلا نزلت عليهم الملائكة والله الذي لا إله غيره إلا الملائكة قيدكم أولو ما هنو الماتيماتيكا الدوس والحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة واتي تسجلنا ما حدا كاين غدا قيمت جن الشرف غنقرا أقيمت الزاد إلا أن الله عز وجل يثبت حجاب نيوان زمان إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة زيد وذكرهم الله في من عنده، نعم نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اثنين حوايج نقول امبورتانت، اثنين حوايج أن الملائكة حضانتك، ثانيا أن الله عز وجل يسوى رزقك وجنة الملائكة تخزن مخدة خيمة ما حدا سوى كلام الله عز وجل إجا الشرف غامق. لذا مع أنه من الأزمة نيغم شتى أنا حكي شتى مثل ذي مزيدة
على حد وشي تسري الكلام الله إلا ما يحصلش ربي خ إلا ما يحصلش ربي خ تنهز ما يوريك على حد وشي تمثل قام على تموذ دم يدخس تموذ دي المسجد دي الجمعة يعني ما راه فينا العلامة تنح لكن إنت ليش النعمة تنقرت النعمة زعم يجن قلة من مسلمة قيمة ما يمي ما حدا السور كلام الله عز وجل هذا السور خمن فعني ثمات سن إمسلمة ثاني توا زيرخا أمقرا إني مسلمة إذن قرأنا في الموضوع نسكع وديش زيطاوة النظر زيطاوة مسجد السلام أنا غير عرعب زين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء يثقفوكم يقولوا لكم أعداء أو يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. العلماء قانون أمشي المني وقت كنت فوشت أمشي المني وقت كنت فوشت بس ما ديني وزما لي سي زغرب نادم ورا انيماليس وزما لي ني صو كلشي تبدل ف اور وراون لي ويجي القران كذلك قال شموت شو بين صح كي نخرج خاردين ليس الروسا اشتنا الروخا ليس الروسا ليس شتيش من الشكولا مولتي كولوري ها نسوت انت مش نعني انت الروسا فني مش ما نسمح ليست موت انت وزغنت أم واش أنت مساح مزيان خذي وسط النار ظهر الروسة الحمد لله كلام الله يجن خلام قال بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أحمده حمد الشاكرين الصابرين فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم اللهم إني أركع وأنحني عظاما لذاتك وأسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروتك وأقر بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا أنت لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا
وقائدنا سيدنا محمد فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم، أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، وتفرقا من بعده تفرقا مرحوما، ومن الشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار. إني ثمين، إني ثمين. أنا بدأت أنا بريون ده مين ده عندك؟ مين ده نغري جمعان؟ مين ده نغري جمعان ده؟ ها؟ كلام الله. زين. لا إله إلا الله. زيد سورة الإخوة. الإسلام. الله يجزيك بخير. يجمعنا غدا الإسلام. الدين. نسمح لي الشغل نقول جميلي يا يسد. ذنيتا ولا حد يتكبر. نسد لأجل الإسلام. دوم قاصر ضد نصار الدين. الإسلام أيها الإخوة الكرام، دين النقد. زاد مجدوشة متسلسل. دين دين كامل. الإسلام كامل شامل. دين أميد ينزل أميد هو تواجب بيا تواجب تفاوين تواجب جي إجن حاج يعني تكنولوجيا تواثجي واثجي بنادم يتستغلو ميوزو ما يعطى يعطى يشوف الزقوان والو تغوى السن دقان الحوايج ناين اذا ماش نغدي الجمعة ما الصحابة روحت كان ادفاقنا نهارا ادفاقن لان ذي الصيغة من هو نحمان هذي عظم هذي سوية من ذي صماغن هذي زقامات هذي سيني تلمق عن الجنة نهني تقوى السن اقدني تا بيتي منوتو قد مغرب ديك تغوى السن وعد السن لكن وميد ينزل الإسلام إن جمال مذيو التكنولوجيا من مذيو أبي صرح إعجاز وذي نقولش الإعجاز جزء ميلاغرو ويجي شنوه السوران السوران أسي 1400 سنة السوران خوغين السوران خوغين يالله في من يزدي تكوه مرة نستغل أغي نسير تسد من يزدي قليل ولكن ما لا تدور ذا القرآن التصني وذن تعتقد أن الإنسان الذي يحفظ القرآن الذي يصد الزج سكي وذن خطأ خطأ قرآن دي جمان والي وشنخي الله عز وجل ما لا تخصد سيفيليساسيون روح دي مين تخصد دين دي القرآن ويجب شن حاج ضد إلا ما رد الدرج الكلام الإسلام النق من نشغى قتلة تسند بالله الدرج التاتيني نهار شروح تفضل وإن لكم في الأنعام لعبرة والقرآن نسقيكم نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم أغني أغني نسليم يصفى من زديتي تفرد زقدام من زي سانجري زيد زيد فرث تير درا الفرث رعفن بوركرية زي سيدي بالله عليك شن هات سويدا غير شن تنقيتي ذا من نغيس شن على ريحتنا ثاني تيجنتينا الطمغة وزواد زادا خزار الإعجاز الله عز وجل إذن دينا دين زلل
منذ 1400 سنة وجوا 1400 سنة زي إبراهيم عليه السلام. جميع الأنبياء إديوس والحسين دين سهلا، جميع الأنبياء حسين سجن حاج، قولوا لا إله إلا الله في غز الشرك في غز الضلال، وعبد فازرو وعبد بنادم وعبد وحدث الله عز وجل جميع الأنبياء تا تبرتي زيدوسي. إذن الدين دين الإسلام هو الأكمل ذي التشريع، دين الإسلام تأكمل ذي التشريع الأحسن ذي التنزيل. يقال عز وجل اليوم يغريتي دخان اليوم أكملت لكم دينكم، الدين يكمل منذ 1400 سنة، وأتممت عليكم نعمتي قيج النعمة همغا إيه يا عاد الدين ما شوين صبي ذورية مارس العلم واح أتعيش تقيش نار راح تتعيش تقيش نساعة الشك وجدي ينظر تدهنش الجيرانش من ما يعنى الجيران يمسر مدار وميدوبي يعبد أصر من ما يعنى لأن غاسي جن حقيقة تسعيش أي واحد مارث تفض الدين تفض الدين سالعلم قاقش العلم يوم رمت العلم حرام حلال حرام حلال حرام زغاك تقزاك الدمار كتازي من عتادات. زيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت نشكني وخرقا قياضي غوم الدين ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام غتظهر أقشر تحت واحد ني غتظهر شن الملة ني غشن شن مبرد يحصل أضفى الإسلام. ثم وميدي ذي السنزل يا ران خذ الإسلام من شيء قوي تقول نشي غي حضان الدين ربي نشي غي حضان الدين نشي قوي سدل ها نرمي دقاء شن نهازري مشان الدولة كاد دفع خدين ها الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يحار ويعني للعز الشرف يمسل وشاهدت والدي خسيت ديك الليل هذا قلنا ذي باك يروح وي 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 الله عز وجل الذي حضر. ثم إننا غتحضير ثم إننا غتبينا أتشنر يقال الرسول صلى الله عليه وسلم كيجي الحديث سيبلغ هذا الدين دينا سيبلغ الآفاق يقال الرسول صلى الله عليه وسلم كيجي الحديث إن الله زوالي الأرض ربي جمع عيد ثمر زيد فرأيت مشارقها ومغاربها زريق الشاق ضرغاب جمع زرب بها مات الرسول صلى الله عليه وسلم نسقش هل أمنش فرأيت مشارق وإن أمتي الأمة سيبلغ ملكها ما زوال مرة من ذي جمع ربي يعني الدين الإسلام أحب من أحب وكاره من كريه ويتجي يمشن أفيو لأن الله عز وجل إقانتك. ثم وعد بنشره في جميع الأرض الله عز وجل تغيك الفنة في السوء ومي زنا إبراهيم عليه السلام ومي ابن الكعبة إن سوى أدني وذن دسنا الحج ماش غيك إن سوى أدني شو السوء الغوال شكيك سبب اش ورا السوء ها قنط حسن طاح تحش ها وميدن ما تبغي تجي شوينا ثنا قاعد وش الناس ادن في الناس بالحج ادن ها قنط المند انتيرو طاح لنا اذا الله عز وجل انشا السوء غدينا يقال الرسول صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الامر الامر يعني الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار قد دينا من ما غيوض الجير دوس من ما جاش انطمات ذيس جير ديس وس اتيوض الدين وهذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يجاش ومشان وليس جير دوس سيبلغ هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل ويتجي امشان يعني
إديفيسيو ثم نيرثو درين كامب ونيرشن دي مونطاني غازي نيشك كاسيتا نيوماني ما يجيشن مشان غاسي يوم الدين ربي ثقة غادي تأكد بعز عزيز ويحسن إشاح ويحسن إن الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل يحفظ الدين ويزم فيه بالترحيد وحرن الزوال وحرن ولكن مش غاتك عثمان عليه السلام رضي الله عنه ومثوى ذي حروب الردة يعرض الخضاء بأن توتمتنا التصنيف وذا نحفظ القرآن يروح غرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس جمع القرآن قتلت إذا من خسديني وخاك سنتوات بني جمع عمر المصاحف سحاق انت يواتك سنين مثل من سبورة نهاري غتورة من العلماء تمتا ذي نحفظ الخدمي غاتب قدم أما القرآن جرحة سنين سحاق جرحة سحاق غاس بن سيد راح يحفظ غاس الله عز وجل غاس مولا سيد غاس وذ راح غاس ولكن ولي جن الشعر في نشي ولكن ذي جن الذل خمين وانتي في الحب يقع ها نمي غاس نيم بخاضة ثامنة قم على خسن غاس ها نرمي وقع فلذا شن مرات خميني نتيرين رسمون صار لي خميني زار زار ضرمونك وزمات القذوالو خصوصا ذي الدين تي كان شن الشباب شن الاخو بنتو غاسنا الغيرة خدي ممكن هذيك شن الحوايج وجهي مني واني تاخد مني غيسي القران غيسي قيس النبي الله قامين يدي قيس واسي مليار وكذا مسلم يتهنى ذا يجنا خاكيا يجنا شينا يدي قواضي عري والله غني ممكن هكيك شن الحوايج فليلا خمين نتدفن اني خصيات كل شيء عدلت للنبي أن الله عز وجل إنا شغى حفظا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ وهذا القرآن الذكرى الدين نشغى حفظا شوف سبحان الله ولكمال دينها ومي الدين يكمل ومكني وخير أمة أخرجت للناس خزان الله عز وجل الدين خويا كمل وهاك من غاتو زود من زيش مرة خمت تشان إيت تشان حشد قامين تقلوا جوز الدين وزنك تتحد شكيك غا الدين والرسول 23 سنة تيتبلغ إيك غا من دي والرسول صلى الله عليه وسلم إذا ومن الدين يكمل ومن أمة يا أفضل أمة من قال الله عز وجل نسخ جميع الأديان الأديان تغجم مرة كثيرة رضيت لكم الإسلام دين الإسلام واحد انسخ جميع الكتب دون وقيم إلا دين الإسلام إن الدين عند الله يقرب الإسلام إذا لا يقضى الله عز وجل أي دين لأن الدين جنيجة أي شيء وثق بربي إلا دين الإسلام مين تخسن شيني خميني ويتك الله عز وجل لا عادل الله عز وجل ويضج الله عز وجل إذن ما ظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم ربي إذن ما ذي ظلم يغلى ربي إذن ما ذي ظلم نعم من ملة ها قد تكسد زوين ربي زمالي يضرب ما شغاتيك ويزماتيك ربي ما يزم نعم يزمالي يضرب الملك الناس وكلشي الناس ولكن ماتيك وزماتيك يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي هي عوده وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وضج من شيء وياك وانجبوش الظلم وانجبوش الظلم مي غايق الانسان يخنس هو مريف خبري مريع بد من زواف يوم ربي يوم القيامة
تنسنتي الأعمال ما مشكيتي الطريق من ربي الحسنات النشها قايد ماشي واش نفعت وجينا انا ويهدي شيخ مني طاح كثير ما تكون دراتو لي شان نيمبريسا يقرا شتا دي واتشو تاع لا ظهي لو ايرو دي سينكو اوتش ياش اتقدت قدت 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 شكي سيدي طاح لغا ستة الصباح اتفرض راه نعرف ومي تفض نومينات وفي دوي يقصد نسيت واش انا نقدني اني غاش نشتا شكون دراتو مي لاكريس واش انا نكتا اذا مش سيخ لغاش الدين سكي غاش احسن الرسول وشي غاش احسن الدين فضرخ كني وخمار الأمم يعدون سكراج دي جمانوال قناص القرآن سكراج دي ماني قناص السنة خزت أبحث هاقش من خاكي جدنش كتاح لغاش المغني قاون نيك من شان الحاج واحد دي زدين مباشر من تقع فقال يا رسول الله قاون من تولو أجبوه مني غي نقص مني غي نقص انت يوتي دموش كتقل زمو إذن الله عز وجل ويقبر هذه جندي إلا دين الإسلام يقرب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل ولا القرآن ثم زعما جدو سمو تسلسل غاوني كامل دان غنى أمر جميع الخلق مرة ويجنس جيت ما تخسر تفهم الدين وليتها ما خسر تعبح ذاني تاتي الشاشي من بنت اخا وجيش نورخو تسمى جبا صوفيا تونال وغاسل الدر يزريش بوليسي تكاش مولتا تريك بونتو هدو سينتو نيو تريسينتو يورو مولتا اديوس اديوس ذا لا اك مين تخس اك 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 من غادا تبغون درنيك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها شنو تبيه واش ينفع الندم قايل مالو المالو ماشي الانسان ما ريهرش المالو مارث قيدة قدوة كوالكير انفيرميضا مارث جيت تفدك ورجل كان سير نغضد شن حشت المال تبدا تلعنا شكات الجلواز تقد وطرة من تونيغ و تروح الدايس الدين خصها تنقع خصها تنسب تو غيج الوقت بينس اللغة العربية و ماني خصها تحت غشة تحت العراق سوريا غا فلسطين ديني تو غيج العلم سن اللغة العربية تخزي نعمة المغني ستيكلانز تسباني و تسفرانسي تسمازيغ تلقى تسريدي في مازيغ الإخوة الله يجزيهم بخير سكنتي العالم يكبر إي مازيغ ندير العالم يكبر نهار تسلم دور السمازيغ إيوا تري ما يجي الحاج ايش مانش وتقدوا نزغاك الدنيا الدنيا ثم الدنيا ثم الدنيا انت اصابي الغرب ندور نتقر حسابي فين دي سيمانا من غسعدو فين دي سيمانا في غون كان شهالي لنا الكبرى عدي سنجدرهم صافي انت رحقي تقص ماشي هذا الحق رحقي تقص الحق ماشي مخلقي تلقى الدنيا يا امو الاسلام واجب ضد الحق ويجيبوا لي داك الطروبين الصبح ويجيبوا لي من شك اولى شك احسن زي عند النار ولكن من الانسان ويدير عادي مش حاسب شي في الدنيا مش حاسب شي تكفى تكون بارا وشي انت بورسينا كذا نيتا قابيتي ما سمع بشي بنتي بورسين الاسلام مين تعنى نغلى الا ويحمى الله عز وجل رخى هذه الامه موجود يقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده سر وهذا الحديث الججة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم الجج والله يوني الزيغ يسرا وني تغير من خباب اللي جاء إجنا الرسول قناس محمد صلى الله عليه وسلم يهودي ذو ذي أو نصراني نغضار منه ثم يموت أذم ولم يؤمن بالذي أرسلت به ويؤمن زمين ذي دكشار بذي الإسلام إلا كان من أصحاب النار
وهذا الحديث رواه مسلم هاقش. إذا وادي اللي بوشن الدين، الدين الحق إلا الدين الإسلام. تفضل الأخ. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول لو أن موسى، موسى من يعنى زي أولي العزم 50% إلى يفضل الله عز وجل التفضيل، الله عز وجل يخرق الخلق يستفاد البشر زي استفى وميقى استفى يخضع دي مرة من يخرق ربي أحسن من يخرق يخرق يكسد يودان زي يودان من زي يكسد يكسد زي من يصبح ديسن الأنبياء زي الأنبياء يكسد 5 أولي العزم زي أولي العزم يكسد 2 زي 2 يكسد الرسول صلى الله عليه وسلم فكان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من ذي خلق الله عز وجل. موسى عليه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن موسى كان حيا معليك موسى، موسى ذا النبي معليك موسى يدع ما وسعه إلا أن يتبعني وغصب الحل الذي يضع. الحديث رواه أحمد. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل الأمة يفضليت، الأمة يفضليت من يتفضل لأنه يشس أحسن نبي الرسول صلى الله عليه وسلم، يشس أحسن كتاب القرآن، فأحسن أمة لأنه تضفى دين شنو من زي الرسول صلى الله عليه وسلم تنظري ها نومن ورغم ذلك نومن يجن فريدة غانا الخيرية غانا التفضيلة يمشي غشان الحوايج وهم تيمشيبو الأمم نتوقفرن زمين دان غيوشا أن هذه الأمة وتموني شيخ الظلم خضلال وخا غنمشي نودا نفاغا نغي فضوينة ولكن مرة لا لابد. فعن كعب بن عاصم الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. الأمة تكمل وزمات من خضلال نخضر. ثم العلماء الأمة العلماء النض ورثة الأنبياء من ورث العلم وزمات من كمرن خلخاطة وزمات غرض مرة نغذ من خل معصية نخل ضلالة نخل بدعة نغذ نحارف لا بد ديسن ويتغيما ديسن ونيوزون ونيوزون هذه سوشن مش نانيو هانيو مش ن بسوترية ماني مثل وحدة ماني مثل وحدة إما لخذت سوشن دخلت النقاط من بلاطة خصت أحضام شنس إما لثو الزوز من الدهب غاز إما لثو الزوز من الديامان يمكن دي مريت شوية ستيل خصت أحضام أغنين غابنا ها؟ فلذا لابد يتغيما الخيرية أذن علماء فوت مسلمة وعلى رأس رخارة مقران كل 100 سنة ربي سكد وغيشد الدين الأمة استكد وجد الدين الله. يقال الله عز وجل إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إخوة الإيمان زرين من يجلس الدين يعني الدين غسل تسمى يكتم ليه يحب الله خارج من غير نوجوز غير دين وجوز غير غيان وإلى غير ذلك. الدين الخوي غانا ذويذا غيار الله ربي نشي هذه رجالنا الدين الجيج الدين ونيتا تغادي الأوس الخزرج الأوس الخزرج اثنين تقريرين توغا وين القوة توغا دقين ديال الحروب جارس يوز الإسلام يعرف دوما ويت متخوة توغا وين القوة إذو الوائه مثل نجمع الإسلام الدين هو ما مش تمسان الشين ولا نغي يجمع الدين مش تمسان الخطأ ديال الدين
ربي بدا اي اونيتاريشن ليبرو اونيتاريشن ليبرو غونيكا يقراش اي تحدي تيري غونيكا ليبرو ربي بدا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه لا اختنا لا ما تعزيز مين دايز ديال القران اين توات ماشي القوا الشين وانت نقيتير وانت نقيتير الشعب ولكن باش تمسى الأمة نهار كلها من يشد من يتجا من يتجا الخطأ من زواج جيو غيعذر الدقة إلا نهار غنتسن الدين نهار تفت عمل وما سدين نهار تفت عمل غدي برا سدين نهار تفت يعني خميني غتفرعك الدين جاد كلشي الدين مانوال نيت السند تخدم قا اي مانوال ما هو السند تخدم شوطارات وتسحق لين هو السند تخدم ولكن خميني غتشتي المانوال نيت تخدم كومشانش كومشانش هذه وياها فلذا من يجا الخطر من يجا رغم ان مره ونيت كنشا لله تكتشا وني خدو توطحنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يا رسول الله مرقق 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 ما يقرأ شغ بريسيدنتاني غاتيري دار كالدين إن صدقت لك الجنة يا رسول الله مرقق مرقق إن صدقت لك الجنة مرشك صادق مين زيدهم مني غدي بدو نشين ذا وهذا حديد كبرى ني يزدد ذي خبص ني غي تراجش شين يلا عن كان كان جاي نسكسون كان عاكو انا صدام يزيد جاثو ما تقيما ها ف انكر اخرس مرشك صادق الجنه ولكن دائما قال والله ثم والله يمعك نسنو من قال الجنه ما تسينش انت سرايز من انت سرا ولكن تيز تسنو من قال الجنه تروح تسنو من قال النار اتاور إذا اثنين الحوايج مين اللي غنسن ديك العلم ومنو اخص الطاقة زي الخصائص زي مين داسي وش الله عز وجل الأمة يا وثي وش حد أنها أمة مباركة الأمة ينض أمة مباركة البقاء الناس المعيشة الناس مش حاجة تعيش ما لم يكون بارار الحياة نجن هنجلة أكين نقبر النق وعك من غفكم بار تغط حيش نعرى 100 500 600 مرن روح غانو حرف سنة شكت تعيش زي 60 غا 70 يوني غي عبدن 1000 سنة نغ 900 نغ 400 شنو وني غي عبدن ها لكن الله عز وجل يفضليش شك أحسن إذن من قرار الله عز الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم الحياة نوم ذني تذي الدنيا إنما بقاؤكم فيما سلف مرنكم برا أغي منهم ذي الدنيا كني ذن غزان من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس خش الحياة أخ من الزج رعاثة ترجي تفوش تتغري مش تبغى تعيش اني هنا كنشي يعني هاكش لكن اعمار اعمار الامية جا 60 سنة 70 سنة ولكنها الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه العمر من يشبه هيث بالغيث صونزة يعني العمر نمسر من النار شنو انزا انزا ماني ما يكثر يتقلبها فمثلا يوشن اعمال اعمال ما لا تقيتن شنو مثلا جيش 27 سرق فتت كتازي 84 سنه الحزانات في قيد قيام الليل زمض عرفه فينا الاعمال اسمه قانطش اذوا البركه مين ما ثقيل يجي الحسنات 10 تقديش نحاش إيش نتصبح إيش عشرة الحسنة تغاف بين صعبة تقديش المعصية بين صعبة تقديش نحاش تعفنت
ومن بين ساهوات الكيخشة غاك الحسنة لأن تبعد وهكذ والمعصية. إذا الأعمار الأمة يا يشبهيت الرسول صلى الله عليه وسلم سونزا أعمار إن مثل أمتي مثل المطر الحديث غا الترمذي. إذا كذلك أيها الإخوة زمين دانا يخشى الله عز وجل يخشى اثنين بعيود اثنين بعيود دي غانا غضي عام رعيدو ميقان رعيد قدوم تغيري مثل من واضح حشان والتيران تشمى والدقل بولي بورتي و نيش غايني نشان ذيني ذيني شوف ذيني جدا لا ديفيرينسيا ما نيثج أدقها الرياضة إيش نحش ثور جوش غايني نتا حرام أبدا ربحة واجب وحرام ربحة تحت ربحة شطاون شطمغا شطاون واجب وحرام ثو عاين تدير بحي جحارة ونسينا نخدم ونسي هاق ما نجا فلذا الإنسان قبل غاية الله حرام حرام يخسد السمق من غيني ونش غيني نشين غامغ الأصل الأصل في أي عبادة نبدأ نقاري فالقاعدة ما تريكو لكسب أي عبادة الأصل ليس وتدك أي عبادة الأصل ليس توقف ما مش مثل العبادة من مغدد أرغت غير الدليل العبادة ذا الوحي وزمان صغاري وها ما حد ما ريسقش الشن الجن مين تقل ذا العبادة من يجد دليل وش يومان مضرب ربي مضرب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نخصية ذي التوب ما لاش العبادة تقدث ما لا تخص دخسن في رما ما خصش وافقه لكن إذ قال الله نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تومق العبادة أما تزدق زغاك وها ثاني تقال البدعة ما رواصب الأصل واصب من استوسى إذن الإنسان ويتك شنحش أرغي كد من تعنا إذن النغان خلين بعيون رعيل نزيان رعيل رعيل خصة دي سنتحش عن قصة عن صفاح عن فقد يجير مرة ونيت من شن حشان خا إدك ورخا سنتا إدك ورخا كلينا واش يقع حد ما فاخد كذي الحسنات في قيد شن حاجت في قيد النفع نس إدك ورخا كش غانق نشين تعيش دي روست نيودان واجبو دي مسلمان غاسن في شطاثن سن رني هنا مليح في شطاثن سن مليح خمين يتسيلي بنان في شطاثن سن زي ما مش الديكورات لا سيوضات ما مش الديكور وينات مليح قصيتون وينات مسلي إيه طاوان سن زي مش تيرين طاوان سن غاسن ماني غاي الزل ماني غاي قد دي فراسان أسن تيقل أسن إلى غير ذلك مشي طاوان مغمس وضي سنين بين صاحب مشي تيسيق طاوان وضين مهام من يكون غيوية نيهني من تقدي فين ديان وذون وثي تقدي إذا سيوضا ضبطون ها؟ يمسم لنا يمكن واسين وما ذي شو قوارين تايسين كو بورسين ما تقوارين تايسين كو بورسين ما تقوارين تايسين كو بورسين واسين وزمة ولا حدة ذي الإنسان شي نقينا لأن هني ذي نهان عيدة الضحش قوال تتابوش الميلاقر تقديش كاتبا تقديش الكورتشوني تاثد القزل ها؟ هذا سنت مونيتور هذا زي أي متابعين تونا زي شيء مشان اللي غاين تجاني فن إيش وين الدمع أنا ها أديرا توا نغلن هنا تحسن مامي زي ستاب بيتخر عيد هذه قيم يتسن بلا هو العيد نزوج صلاة العيد نزوج العيد نزوج العيد مش الحمد لله نتجيت نزوج العيد وجوا غير بين سانك حنجانا نقمو ونا بورسيتا بس يش خوبيتي بس يش يجن بورسان تشوتشي وني غي الزد جناك بابس تحجا لي غي مس اكمال زير عين تيشيس بحالا نغي خس سيدي ميلي ذي همي وين كتين قد يكديش نحاش تمغا طاب بذمي شخرين نطاب ثم ذي جنعي نيغانا قادي نيغانا انت اتف 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 اتف
ولكن قوانين الجيش ماشي هو نغني ني حد شلا ني غنوراي اننا نغلى ونقيشا والله اعلم ما ريكح. اذا لاني حددنا نغني شن نحش خمين ها شن شن تدخل شن وين خير ان شاء الله. اذا نقيش الوقفه هاد نسكا ماد مستوى رخي حنجان هاد نسكا شن نجن نغيك بونو النشيد الخو النشيد ها كاي مو انسري في الجنة هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحرك بها ذا أنت يكفر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحرك بها ذا أنت يكبر قدرك عند الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها قوم ما قال سعادة لا في الاستيضاد ها ما رد حشم ما رعجوا مرحل ها نحن تكون دحن جرمون ويس فاسيتي خساش ها خصوصا رق دين تعيش شمش حي ما خميني تريش المناسبة راح تعضيش المناسبة وش تقبرغون تا شو تسقسي قاس أركان الإسلام أركان الإسلام
تغيمير 200 يوم ثاني خطرت مات يحنج علي مزان رغم ثاني تجي خطي يحنج علي مزان مشيت ورد قولها من دقة أركان الإسلام سريغ فاطمة سريغ علي قولها من دقة ومن يتقسن خمين غا تزيد تقدمني أتفذو ذني يضحش شكحنجا قد يقارف دي السنين مروان السنين شين طبعا غوزن شن أركان الإسلام من تسمعش فالإنسان هذا يعرف إنسان ما ليتك دروس دروس شنو اللي تخمر ما ليت خمر دغا 5 يورو على الميس خمين غا يعدو عام تفغاك نيش كان تيضر احنا جا ما رايح تفضيش نحافين النهار المهم تقس شوية 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 ولكن احنا جا مزيان هاني ذا وجبود احنا جا يجن الوقت احنا جا خص التابيض خص التابيض السبيدورية تقدم الدكر هكي زطحش فهمت ماشي خاص تفتافات اديره غاسر حق اديره غاسر حق ديزر غاسر حق اديره شوي قدو حد السن ماني تلفوها ثم شوي ندي ماشي شنو خاص تفتكتو شت قال بروغرام مراكل خاص شو جدي فيروس نوانا شو اعتبرو خير ان شاء الله واخا وش اسميني اذا ايها الاخوه الكرام وذي نبوش اني وذي نبوش اني غوسيو نهاني ذي الجن هو أتسوض ذميش هي وما لا تسوضت تروح تعاك واحد شك ما هذه غتمثل مش قيم ذا مسرم خدني غتعرف أتيني الحمد لله مش مروة عبيد وانت كشان دقعت وتزوبوث الزقوات يا ربي وشيد الجوز فقد تحشت خيخ فنش وقسموا بالله يا حمد فقط زقوات رشت بي كمار قتلني الزوب يسير دغاك سرات وش يسير احسن مي خوري غالو غاك قدي مش ني غي تجيش ني غي ويا ونش وش يسير وقت سردس جدا دوك ماشي وقت تخمي السور قواس تاع ريد الخبا ني غسقاش هنا ديكا ورق ديكا ديكا ورق خصنا ثمن ثمن هو ما حدا تكون الجي زي الخصائص إذا غيوش الله عز وجل أن آخر الزمان دين تعيش وني غيتفن خدين نس وني ذا يتفن غاس راجع 50 صحابي وللصحابة أكثر من ذلك ماشي غاس 50 وش صحابي لا شكراك راجع بآخر الزمان وانيتا دين تعيش كوش شي تحارب شي خصها يكس الدين ها غاك راجع 50 صحابي وللصحابي اكثر فالمؤمن مفضل يفضل الله عز وجل مكرم مشرف منصور باذن الله اذا مشي تعتز الدين ها شمال الشطباق غدي الدين شو غاري بوش من حشتا فانتني غالي ذي فتش الدينين خساتي ريمو يرغو يوسوس الدين لأن حتى شن مرة مرات ورد شن يجيكا كيكا إنا يجو ما يجو حنجا ضم الزيان نغام تمكن نخذي الجوع حنجا ضم الزيان سور غاكيست إنا يكنيو تتميو ذا نشين والله إلا ضار رحمة خيوة أم ويلا نغي ومع الدين ربي معك ولا نغي النغاس في زيت الله ما سنغاس ربي توسخ وجه نشو ذا يروح جمين يعني يا جا وذا نغي النبو يا جا يمسر مين أجا جا ضار أمي غاس رحق ذا بوذي غاس رحق ذا مسرم غاس نين الحقوق ذا مسرم ذمي سعنتي شني غدوماش غاس ثلاثان الحقوق وهكذا ما نشين ونعمل ونعمل الغير المسلم العكس العكس وني ويجي لمسلم يخصك يستيرين أتصبع سبارس مين تقدر سقارس وجاهل لين انت غسخك يجن النظرة شك شك يتوالش ليش الحاجة
ولكن من ما كي غيسيور ما راه كنقص العلم انت فخاك يوزن انت اخاك يوزن ماشي مسكان غضرب بين يريد السبب نجبدي ودا ماشي خاصنا نكمل ماشي خاصنا نكمل خصوصا تخدم الغروم خصك تعمل ذاك طابة تحافظ خير وقت واستيشا بس تهني ذوق رنس ها ذوا لنا مش يوم عندي ام مش يوم عندي الرسول صلى الله عليه وسلم من نغمل نغشى وذين غير نبو ما نغشى المسلمين خصوان ونسيدي في شريسة لأن الإنسان يتعيش الإسلام من زي يروح أوروبا يروح ستجار العلم توادو قريب إن شاء الله الإنسان من زي الأخلاق إنسان سن أخلاق ويتغشي ويتيشع ويتزيد يتعمل يتورى المعاملات من عناوة شكس الاخلاق نشقى ويستورقى شن مرات غادي يمشي نجد المعامله نشد التصرفات الناس تجي ولا نوزن مين مسي داي الصح ديني نويضا يومان ديني نويضا يومان هذيك الكلام هم اذا خميني تيري الاخطاء الدين بريء يغرضوا ونتا الدين بريء زي اغلاط الناس الاسلام شنو لا غير مباشر الاسلام خصنا نري دار الرحمة خصنا ننشا الدين غاف ننشا اذا ان القابض على دينه في اخر الزمان غاس رجع 50 صحابي ثم ان الدين خصنا ننشا ان ندعو غيرنا ان ندعو للنواذر خواسين ابن عمر مس عمر الخطاب يسلم قبر باباس عمر الخطاب توي وعا وميسر ميقود يقود عمر وما أدرك ما عمر يوم يسلم يسقى يقود يود يسلم عمر وميسر عمر يعرض الخبان ميس يسلم قبر الناس وشيت غمر من مقى من ذي الإسلام يقرأ سلم القبرين وثقى تجي ذي ضحى جهنم لأن النور خزا مثلا مش حين إذا نهاني إذا مرث كذا المساجد أه أتفض غالبا يمسر من طاو يمسر كل هماني جاي تلع قيديرة كل هماني جاي مش حين ما خلقنا مين من أنت خلق ربي مين يا خلق إيش قاعد تعمل قيت رجل إيش كيش مو بياخي لا أروى وش خصك يكتسير أه أكيد يكتسير مالي طنيد ولا إني مش غير قدنك بياخي إذا العمل ذا نيتا خمين غطاك وحدة تفد وحدك ما نيجان ما نيجان قطو غاسن تغا تغاسن طيارة بريفاضة نسن نس نس ها دي سيونو دي مادري دي المورسو ديك دي انجلترا دي دور غامية ماذا حديرا كونات ياك حجة كوش ديقني الجيثة إثاوة الناس هاك حالا خاسن اش كاش يحسب الله عز وجل من از جوسا فرانكا من از الانسان يخص ضيضو الانسان يخص غاس ذني وذان شن مرة قبس فلان واذ حجز شا يقارش عدو خفي ديري غي من خاك تغير اغا شك غاك زمع غاك الصحفات وينات ومين قاذني ذني بنقاروس ذني صحاب افغانستان ذني سود افريكا تسند غاس بييتي بييتي اي موريتاني والله الا نزريت غاس بييتي وحنس يتقصى اذا يوالتا يتغي ما يتقص بالمساجد يتت من فارقني وذا نذني وين يقرش نش هاق غاس وين يقرش عدو خفي ديري غير شكما لا تموت تزمان ها ني غفر غير كي التجاره شوفوا ما شوف والله تريد نهاني مارس الشيل تقيد سانكو تشاتر ثم بطاطا ثقوامة لأن قنعر الماكلة مرة ذا الحرج تقيد جن ترو سبان انتقرا تقيد جن طمعت ايش اتشت بتهنيه
والنغني هذه وثلان قصت هذيك الشكر باش يحاسب مال هذا الحلال والنغني هذه حاسب وشخزة ربما مش كاغرو من انتقل غاز شتو ما عرفتش شنو خاص ندار شوي نبصر شوي موينات حتى اسمع حصانه كمن يتجنى هكذا فالانسان وقتها قنع زي من داشي وشعر وهذا يروح بور حد من غاز غفره فين يوجبو ينوى صاحبي من غا يحسد غنشبوي وش يستر ربي قنع قنع فاضي من غاري نش تسندت سيادي خفيف اما من وجين وجبو ينوى اضمع ذي الجنة يا صاحبي ما ذي الجنة جنت لا جاه ندهبش النقاط أربع غرين المسك أطفين صدمه وأزلفت الجنة للمتقين وهذا القرآن وما كان أزلف قيمة أمو معك جنت يزيد في حماتك شكت بين صدمه سنت تقدرك ها تقعد غاك النيل اش ماشي تذلينا الجوز لا تستلم حدا ديس فلو تعدي من ديس دي الجنة والو البانيو خمين غاد الشن في ذي اتفاد البرفون ذي المسك في ذي نش ذي المسك اطاحبو والو الهرج واثو السعد شاء وادي كورتش نهار ابن ادم فعد 40 سنة غاز دي فحشن الشيب ذي شنو شن يتباطينا يتبقود روحه ودو ماكيات اخا غاك 40 سنة خارج مش يدعون اه ما رشي بني فغضي الطاعة الله عز وجل إجنا الرحمة أتولد غيت مزيان إنسان ديري مزيان أتيري الآني قد يعظ مليحة تقد ولا كتني هذا شن حوايج أما من ذا نغي تراجان ديها مال الإنسان مخطاع الله عز وجل من شي تراجان أه؟ فالإنسان حسد يتفكع شوية هذي غا شوية خدك أنوينات تحمسنش أه؟ واخا اذا لكن يا اخوه ان الانسان هذي عاملي ودان مليح واخا ذا مسلم وجبو ذا مسلم ولكن اني واهم ضفاقشا ذي الظلام شن ضفاقشا واني وجه الخبري شو ما تضفا السحي غادي تخدار الا يا اخوه اني غاد تشبه باهل الباطل الا الحمد لله الإنسان يشاش ربي الدين كامل ذي الخصائص العظيمة التي منحها الله عز وجل الأمة يا أن نشند الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يجعلنا أكرم الأمم أه؟ أكرم وأفضل وأحسن الأمم وخان غش هنا من يزني ويد قبل نشين أكرم وأحسن وأفضل من زين شهد الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس كني خير أمة أخرجت للناس هيوا أمني وها إجني وطاش شركية وزي خير أمة لا كنتم خير أمة أخرجت للناس زيد تأمرون بالمعروف زيد وتنهون عن المنكر زيد لا بد تمنزل الله عز وجل لأن الأعمال ما روى ليست الإيمان أه؟ فانهار الامر بالمعروف النهي عن المنكر اردربا رومينو اردربا غاك تيميد بلا نشد مسرم شقي مليح صافي ودير الحريم وني خصنا ديري اذا مسرم غاك خمسه بيلاني خصانتك اركان الاسلام خمس زيار الرحمه ايغان غدي الدين الاسلام ويجي غا حد ان يتزدغاك وماش ينصحش لله وزيك يزوالو غاك ومينو من تقد من تقد قا ممكن اخا كيف الا ذي النجم حاجت تاع عاود نبدا نقاري شن مرة في من دش قاغنش غاري الحق ولكن لا مانيرا زيد دش السك واضخ الساخوش خصها تسندي جن حاجت نشوالي دي السكبور بي اشحضير اه ني غاش غير موس داني غير كابوس الجتماع شما تقفونا راش من لا لا نشي السكيد ربي ذبلغ نش انا الشر ربي يخسى شرخا قايا ورا باش يظهر رحمة اللي يريد السبب للهداية ربي بدا تعاود اختف يما مسكينة يا حمار ربي تغسل ميل غاسل فيرما
ايوا ثم غتمغى فوس يثقر راسي مشقشن عامين ما نشاكيس والو صافي جنا طوي بلانساروتي وفتين دغاري مساكين سنين اثني حمار بين مال بابا يجي كي غمو في غيمة فيرما انا غاس الحاجة تاع مانا تكا ناس مش حاشاكيم فتني وار خوت فيرما ناس ما فتني الوقت اني المعلم تغويح وتجيبو ضام حفاق يعني مش تغوا السن غسر مبا هذا هو هذا الحفاق اذن اش سنغ بنادم هو هذا يقبل مين غايا حيث نصحو وازم ما غاصح وازم ما غاصح اصلا شكوا شي تخص ما لا في علن السيد اني تخص ذا سرخا سكس حب المغني شكو طاح شاب ني غي زريت تقرشن حاش تعفت كيف قام روه جدو القدوة انه رمى الدار الدين غاقل غاقل اضح الدعو ايوا ادعو يخفنج ذو هذا الحق ذو نش لست اهلا القر الدعوة مين جيت يخفنج ذا مسوا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم زين واهليكم منزل نارا وقودها الناس والحجر من زي غثاء من زي غثاء اتا صوزرو لي وذن اني وقينا ذا عظمة الدول واذ كلام الله وذ القرآن ربي قاتيم السير اتا صوزرو من زي صوزرو لي وذن يوقس على ذلك ماشي قابنا دماء مش غاث مغاثا مش غايدور انت مش حديث غايدور انت يثير مش صندوق من قانا 450 كيلومتر غايرين دي منين من غاية من جهنم ها زي مكة غا المدينة الحجم المس في غمس شنو جبل أحد إيشتن غا 17 دار 14 دار شو شخصة ما يمي في اسم قارب بيا مني ما يمي ما يمي ما حد تفت لأن ما راين دار من هذا الموش غاية عرفون إثر واحد في السيد قبل غا إذن خصة ديما غا ما حد تفتين في السنة ماني غا غاو ما يتم والله ما تيرها والله التصني وذني قرش الله عز وجل غفور رح وجي وش يا حمن يخاكي شفقن شنو يماش والله عز وجل لا أرحم عليك من أمك ربي يحميش كتاز قماش اجمين تخسن توب ذي وشي اسم حشر توب الله عز وجل أتفتوب أني صادقة خالصة فتوب اغفرش ربي بل مرة سيئة اني غاك يقجبش نتارش نت الحسنة ايو مين تخص مين تخص قد تزد بنان ما صاحبي تبذل بنان ما تجن اجن المعصية 20 سنة 10 سنين خزا ربي تجيش لكم 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 مش مارا واتخصد غفور رحيم شديد العقاب والله مش رحمه الملائكه فيني. ملائكة غلاظ شداد لا يعصوا السن مقانش يا أحمد مين يكل في ربي وين غا جهنم واش أحمد ذين لي ثين غنين على الرحمة ها فالإنسان اخسر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إيقاع عمر المخطاب مين عنا يوذنا خذينا ربي كنتم خير أمة أخرجت للناس ها ان شي ني غيقل من ديز دي الايه مثلنا الايه كنتم يعني تامر بالمعروف تنهى عن المنكر ثم تؤمن بالله عز وجل ذينا ايقع عمر الخطاب قيل ذيني ربعه لنا كنتم خير امه اخرجت للناس يوذا نزل اما الرسول صلى الله عليه وسلم يوذا الصالح اني تفنى بالاستقامه اه قال غيوذا والسر الله عز وجل الملائكة تتحزيزت ولكن من يتجن الله أعلم وتعقى حد ويتك حد ربما أني غتواري ذا نتخذوني الأعمال نستهزنتي جنة فما أجمل ما أجمل أتقذشن العمل قث لله استقضيس خمين غتقذشن حشت قث لله ويسرق حد شمث الزوت لله وقث لله عز وجل أيها الإخوة الكرام
لابد دينا نغث نشتي والله إلا يوذن فوذن يونزعين مسلما فوذن فوذن في حاجة يوذن حواج للإسلام وركتني الإسلام من العلم الإسلام ما رنشين واحد نسين مروات نصغيطة والنظر ما مش غنق ما مش غنقاري لي السبب ما حدا نحني وذن فلابد الإنسان أد وذن غنينا الدعاء أنا بعد الأذان بس نرجع خسام دعاء بعد الأذان نينيوس ما شاء الله زيد شحارك مثلا ناس ينجري من الزيان يمكن تجرى من الزيان دائما بسم الله ويا حمد زوجك بسم الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده اللهم رب هذه الدعوة اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده الله يجزيكم بخير أم صاير تعاوننا إخوة الإيمان مشين ديج الأمة لا نحيا لنعيش هذه الدنيا التافهة الإنسان ديال مشين أمة نعيش لنعبد الله ذم زواغك غيري أما الدنيا عيش ما دام هذا الحلال عيش ولكن نخسو تريبو الدنيا أن نعيش ما حدا نعبد الله عز وجل نحيا لندعو الناس إلى الإسلام هكا تيني شو هذا يروح برحل لا راجك مسؤول لننشر النور قوابيج ننا خصها تننشا 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 قال نهاري غسنن نهاري غسنن الدين من يعنى نروح ليس الشيء نشتي الأمة خصنا نجمع انمو ماشي نشت ني غنفاق خصنا نمو نمو ما يقابو فرانيك فرانيك نشوى ذي تسقسي شا يا ربي ايرور نفران نخل معصية نفران ويحب ويبحث شا ويوزوق شا خل اسرار نيودا مش سيدا ما يغرض ني غيعصا نشرب بي ولي قشم امي مصطفى يروح يقاتي ولكن والله حميس سيديني من مثسي وردي مصطفى واخر حشتني اقتديس فراني يتقمى ويتقمى ويتقمى ثق ناس الغيبة داش يروح هذا برهيغك العيوبين وهذا ينخحد ينجم وهذا ينخحد دائما اقول زي الرحمة زي النعم الله عز وجل أن ربي ويجيبو يا الريح في المعاصي الذنوب معليك ربي يجي على الريح أه؟ واني غاي خزان دي شن نشتغس على الريح واني غاي قمان غاس على الريح واني غا يعني واني غاي نشم معصية غاس على الريح شو بنصعش ما يمشي غاني بكي جاهل فالإنسان واضح شحد ما نتخسر تدعو تدعو لله لنقص شرحان وما شني منين روح سجدي ربي يا ربي قضى حق غفران عوني غاز تقوم يقان الدعوة مش تكدر وصنا بعين التفضح نقان الدعوة ما نستيتيوي ما نستيتيوي مش كبيرا مزريت يقار حاش تخدني وخاس نسيوي الولو هارغت زاد شنها يقاس فوس خو عرا هر ذا كيس مزيان قطع الريو تخبار تقول شن الحوايج سبحان وين الله يجزيك بخير ثلاث في الغال هدف مش مشات لي بياض ما صانيك الزيت فيرو ني بارشان حق مين الداعي يخص يدير ميديكو دي كابيسيرا ما راه فهمت سكا سبيسياليست
ها يقول لك والله الهبه هذه كاع باقا توالي ما يفهمش سك حقا ما لا خصنا نقدوها ما لا خصنا نعاونها تضع الرحم في الدين الله اذا ينبغي احسن السن الفرق جان حياه الايمان بالحياه الدنيا هي التافهه اذا غزوقا خص الانسان ما مسمى ديالي فهمت خصها كيرين فرينا واث سبحان اصلا ماني غعجن ماني غقب ولا كتير بدا تغيمس الشر شكون على يقين شكرا ريسبي تاريخ فنش ونغني اشياء ريسبي تاريخ سنة الشهر لان شكتا ريسبي تاريخ فنش ذو هذا الاسلام ذو هذا الاسلام من حداش ذو هذا الاسلام قنشين ديج ونزرو يمغا تذكار ريتيرا وشن بقى يزروها ما عنده وعدتو حدو هادي تسعد نشين اي أيوة والله غير بداو انت ارخا موجود ديال الامه لا ينغو يخدم لا ينغو يتقد ولكن تين السوار خواطس 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 مين يتجن دو هذا الحق الطاسين يمسر من وغاسبو الهم خياث ماس نخدم دين ماس او مساكين دي فلسطين انا غير تنعاش نهني اذا مساكين وين واهر شين بقين وين يقين يلا هذه حسب هذيك لا هم السلف النض السلف النض تغوالي اني حد الا وغسر هم خدي وغادي اني حد غاس تسمى الاسلام وشرف ها قناس انبيتادو دي ونور ياش راني في الياسون دي ونور وانا وجه جاش كذا مسمى تشتي درهم ماشي ضروري مرة نسيور قيم سر مرة ثورا خوزوا هوزو اوزو اوزو ما تف اوزو اوزو اتف ذاتف ازرو ازرو تكس تقيمة تكورا تزي فارز شي تكسي تتأفك ها تيورا خا موجود ولكن تاني خصها خاص نتلوزو اتفغان غعاود نتخص انا قد ذو هذا الدين ذو هذا اللي تا 65 سنه 70 الانسان غادي يحب يحب كل مسلم شما يقول مسلم خصها هذه شعر كان يسير هم ها هذه السنه الدين من دايس خاتيني نشل لا لا راتشك الرسول صلى الله عليه وسلم من انا قال بلغوا بلغوا سوى الخير بلغوا عني ولو آية بلغوا واني تمين يعنى ها هذا التكليف مرة خصها تبلغ ولو يتخفف ولو دروس بلغوا عني ولو آية شريف واخا نخلف اخر الرسول صلى الله عليه وسلم فائج الشرف قرانة تيدي تشك خدم الدين من الله عز وجل إخوة الإيمان كونوا كما أراد الله عز وجل يمشي حتى تصبح الجملة أنيري ما يمشي يخسر ربي أوه يمشي حتى شنا كونوا كما أراد الله عز وجل اهتموا بدينكم والله وجهو شغي عزن وجهو شغي عفعن شنو الدين ني غاومي جمع قصة دي السعودية دي نيجن كلينيكا كلينيكا ني تزجن دي سي إطبيبان تزجن دي سي كلينيكا بريبال يتعود أنا أغني تجن بروفيسور يتزرجة كيسم ديني إني شخمين وديتيس الإيمان نشي تزجن سكوذان مي وادي تيس الامام تزجر الزيس وذيني تولدنا ويخدم ديك كلينيكا إلا شي جنة وسير تاع الطال غار مغاب تسرير ويقام وجبو الإيمان نشع الطال قدمن شين الجنة غني إلا شو ميثا قدمن أصين توا هس نغبي اللوانيتا وجبو ضع عرب إيقام
إن شو ميقين يكمل يكمل إن شو روح غاز سجن خاص شكاف نغس الله يجزيك قد تلو أنش الصباح من الناس اللي غاس شكوى تجيبو السا شكوى تجيبو دا سعد الناس لا الناس ما نيسشك الناس نش زي بنغلاديش مانغان الناس مين اللي تقدر الناس نشيت ليمبيان ربانيوس سبحان الله ونيتات ليمبيان ربانيوس وزي الزوج بروفيسوري وثي قدمن نيني وثي عفان وثي عفان يعفع في القرآن يعفع في الدين والله ماشي يعفع الكواسي نغس نغفر نغثين نغثين ثاف عيش إن أكرمكم عند الله ونغي جت من يث ميس نفران ها قيوم القيامة الناس بواشيت يوم القيامة الناس بوايت ميس واشيت واشيت لكن الأخوة نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم أتقاكم ذي وال من يعنى مش مرنت اتقى الله عز وجل قال يا في السنوا شبيه أقش منين إذن أبريد أندور الدين نعلن الصلح أك الله عز وجل اصنعوا لدينكم قلني تقنشا بل يصنع لنفسه وني غيخدم نشن حشدي الدين والله هذيك الشنش هذيك الشدي حد يحد يحد بل تقدر يخفنش ما رضيس الاخلاص ذيس الصواب يعود النفع عليك يوم امراه ثامره عاهره فلانه تكشاني وقزينا ديسو تكشا سديسو إوا كان سبب أن الله يغفر واش مار راني غير شنو شنو أو كش سيدي قش مريتش ظناظا تندهد كش سنا ما نكمل شو والو لأنه مي في العمل أن الله عز وجل يسن الصدق والإخلاص زي في العمل السن من زي ها السن القصة يؤثرون على أنفسهم ولكم بخصاصة صاحب ذي تغيني نس المهم هذا صاحب يصدع سنوشي إن شاء الله دي يسيس من نس ومي غاز تغيث في نوشي واس والو ذي ثدات واس والو ذي ثدات يصدع ثماثي نس الناس وغانا والو نهني توا ذي سن الكارم ويزم ما دي يسف نادم يسيد فيث يخيم ثلاث الناس ذي دروس من غير غي حنجان هذا الناس من غير قد سر هاي حنجان هذا أتصن مش من ذي الناس نساسي ونوجي خميني غاد خميني غاس نساس تغسيني شم صود خفتيتش ليها صود خاس نشاكي ستقغيفة السنة ستغير تتغنش قوة تتغشى لنا ذي صغا من غيش ثاني تذوق عقي جنربيت وخاسي عقي بحد لولا الوحي إذن إيه ربي يخص شن مرة أفعال خمني تيري ذي سن الصدق ذي سن إخراس ربي يخص تفو ها إنس الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله يقول ذي سن إنس الرسول صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله بصنعكما مع ضيفك قال بيت عجمي تقيمي ضنادك ونوجي يويد إساس إن سيف مغاث ثفي جزشتوا ها قطوا فوث ما يمون قطوا ذي جمو ذي هو صوت ونغنيتت انت كيف نسير قفيت انت قويت تشع تغا ذي ندروس تشع ونوجي الإخلاص 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 نيف ها شن مرة تجن العمل غنزيان ترثي مغاث مني ذيس الإخلاص ماشي شان مرة تقديش نعمالي مغا تقزني ثني هم 40 سنة انت تزجر في جار 40 سنة انت تزجر في جار يجن هاي كاد يوفد فوش تنقى شي قيمة صغيرة ذي الدال الناس ما فيش لا بس
الناس من غينيني وذا النهار وزرت القرش 40 سنه نخدم في السهواتي الجمله اللي يعني فراسي يقدر 40 سنه توا زاد جدي وذا مين زيشان مره خميني تفلنا ميمو تاع اي وقت اني فران قي وقع اي واش كتعبد الفران زاد جدي فران مش غادي يوقع مارين تنديدو اكو ماني غوينات صافي والتحوث مزيدة الشيطان تغيكش ها يطفيش ها مرة دقة ماني اجا للرور ماني اجا للرور ان يا يثمر حقي تقص ما شقى ناسر حق يخصن تفقه في الدين النغ انسن الدين النغ ان هذه غتسند الدين اتسند تسمان اتثمان والني تسند تسخن والا قمر والني كرة ما نخ نحرق جوكاب اللي كفا كثير روح سخت تزروت وتجيبو نتا شقت الدار قد تقد قد ضحي ذو هذا الحق. أبو طلحة الأنصاري الله يجازيك بخير. أصحابي أبو طلحة الأنصاري يهودس القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أبو طلحة الأنصاري الله يجازيك بخير. كعديت شفت النغلي أبو ذر أبو ذر تغا سجن الغلام تغا سجن الغلام يتهلا ذي سطاس خزاتي الاعمال خزاتي الاعمال قاتلين وجبوا تحجاتينا واقع السلف النغميزي خميني ثقاد ما راه كيدي وذانا ذي الدكا الايمان اللي فيها ابو ذر تغا سجن الغلام تغا سجن اجن كابرا اجن الشات خميني غاتسرد كابرا وتقارن بو كابرا النهاني ذا لان كابران روخت شنو سوبر ميركادو تغزيسيش هذي 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 صدق هذي الزنز وجيك والكيرا غاس الشات تو غاس الغلام نيت هيلا ذايس اجن هاي الورد يوفى غاتني عرزا صوفا الناس من فعل هذا خلد وين ويتسقسى الغلام الناس نش ميمي الناس كي غني ما حدا تخيق هذا ديثوث إيكا ديس ها تبقي نصار خوشك شيني يمو خوشك راك خدام إيكا يا عزاز دا ستاز دا نونيت مبارتي دا ستاز فوز دا صاون ذو هذا هذا الواقع عندنا إيكا ديس موين ناس خياط هازي دا صغار ما حداش تشو الناس اذهب أنت حر الناس لا الناس والله لا أغيظن من أمرك بفعل هذا اذهب أنت حر في سبيل الله الناس والله حماس خي يقولنيش إن نقمو الشيطان روح دققش في سبيل الله تجارك ربي وهذه روح بور حاجك من دي غاثي نيد نغمين هذا السورد مليح ني غادي يدمد ني غادي يتمدح هم تقوى الإخلاص الإخلاص أن يستوي الإخلاص ما يقال أتف إتزد كيف كيف من تفعد غادا خرج من أكبر أن يستوي ظاهر الإنسان بباطنه تري كيف كيف من فغ هذا اخر من تبيان ذي الجن ذي نشين وذن لا ذي نشين وذن غاس من فغ هذا اخر حسن ذو قرير ذو ندوم قان صدق الاخلاص ذو قرير اذا اهتموا بدينكم ايها الاخوه عودوا الى ربكم انسان ذي ذو رغاء الله عز وجل اهتموا بدينكم انسان ذو كان غدا نيتا دي باسو بوينتي نيت نكروسا وسين قمن جنو من غاجينا جا زي 65 ولا 70 سنة ها دروس تي غيعدون لكن في رميضة في الجنة إذا تسجن وقت تفينا مساكين ولا إذا أيها الإخوة الكرام تاني تد الكلمة ها إتوان خساني الأصل قيم سرمان تتعزي الله عز وجل أتوحد الصف يمسر من خر حق ذي البريج مش أنت وحد خر باطل لا أنت وحد خر حق أهنج مرمي ديك غيري إن هذه غنتفقه ذي الدين إن هذا في الأعمال تيري لله إن ما عليش غرضك ذي عاود غرض عاود غرض عاود غرض ها مش خدم غلي الله شكخزان ديك ذواب ولكن غادي يغرضوا كيكو ما شم راسني خسوء الظن اه يمكن ني غادي تسيني ذي منه بس انتو تشين تايضو ثني ذي اوف فهمت دكا انا عاون انجمع
أنجلة خزعت غيينا إينا إينا إحنجانا ما رنشين نسمح قاروح نظري من خارج الآيات نظري من الأناشيد اللغة العربية غيم مريج نويس فاصل قد تحضغى تحضغى غنظة واتفد الدكة الدكة ودي يسيبو يا من نواها الدكة ودي يسيب شي من نواها ها شتي من هاد الموا كيستقيم زعما ما صوات تزريد عم ما ستقيت خاص بوم ما يمي ثقيم كيدي ها ثقيم لا نشيني خسن مول مران مول خرح مران بون خرباطر ما يمي خسران ربي قرش عبدي على عيد خسروني خاسي غنو غنو يا ثرس أسأل الله العظيم أن يخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار العلم والمعرفة ومن وحول الشهوات إلى جنة القربات هذا فاغفروا لأخيكم زلاته ونسيانه وجهله ونتا شنجني خص ديك شن المداخلة الشيخ مصطفى بونو يدر خو عارف راه خص تفضل شن شيخ 5 10 مينوت مرحبا إضافة شنو جنوني شن تدخل شن وينات مرحبا تفضل الشباب القاسم يجنون قاسم دوسوشتي واخا واخا أقش تجد مليح فك علي تو 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 وين غارف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فمن غيرك وشينا في الأخ وشينا نتمنى إن شاء الله مرة منا الأخ نحاول ما أمكن المون أن تحت أن معزة ذم زوار معزشت إنما المؤمنون يا إخوة لطريقة رش المؤمنين تلين ذومات ولكن ذومات في سبيل الله فثالثا ما راب نذم أقصد مؤمن أكذو ماس من تسغي يخصي أماس يخصي صغار خيار الخيار من يعني الخيار هو بنذم أذي يعزون بشغي قد حق الجنة الجنة هي الجنة حما تثار بحث خصيش الدعوة خصيش تسيول تفهم ذي وذي قديني القصة ثمارن سنيد ديني القصة بأن الله تعالى يسكت الملائكة حمد قرب القوم اللي غمني يكمل ومن غير ديني وفيني الجن ساجد يسجد يتصدى فالملائكة الناس يمكن وانسريبو مليح فأقبل الله تعالى الناس قديني رجل السيد يتزدى يعني ساجد إلى آخره خشوع يتطاول ماسمش يقيمو من نسين الله تعالى الملائكة الناس اللي بدأت الزايس بدأت الزايس دي السيد اللي وني تزدى وني بدأت الزايس ما غارس إذا ربي الناس القوم مارة كفار مارة مشركون مارة مقول هما سيكا الناس تتزرع ما صوايدني غيري حتى نغني الإسلام يخص تارزود يوماش السارزود يوماش انت راح قال الجنة قال الجنة واش تقي الله تعالى يخفنش وحدك الله تعالى يقنغ الجنة يقارش إمارة رحمه الله تعالى تكسع أي كابي طول الموندو أهمل الجنة كابي طول الموندو إنش رسول الله صلى الله عليه وسلم إنش مبارطة من الجنة إلا وني ويخسن ما يخسن يقوارا يتسمى الجنة كابي طول الموندو ذيني إلا وني يوغين ني يوغين ما يسوى ني يوغين ني يوغين هذي ويقابي كبري ذي سبيل الله قال الجنة هو إمبيسس طور القرآن إترمينس إن الجنة فار القرآن سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسيدينا واحضر هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم شت سقسان ثم غاثنا الرسول صلى الله عليه وسلم ني غير من ليدوكاسيون تو غصغر الرسول صلى الله عليه وسلم كوم وايرا كوينتانو ان بوكيتو فانا سقسط زعما الخلق ليدوكاسيون الرسول صلى الله عليه وسلم القران انا دبو على الارض القران يبوا خصمو خصها من داز القران اللي قلت كونيسو سافي تشوطوغو الشيخ اثنغ الا القران اثنفهم اثنغا اثنفهم اثنطبق يعني قزيس نخدم بلا نخدم الزايس صافي وش يعني شي من الاخر يعني والتقيم بلا قنش دان سلم تزور دير كان غير مزيده الى اخره صافي مع اللي غارض يحد النغنيه لا خميرة قواد الزبخ خميرة نافذ نعم سيدي يمغاري انت عارياني يا عريز نقول عماني سيدك المونكا الفساد مين غيك من المخسن يهرش هذا يهرش هذا يهرش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قميتو يقواد يمكا غيت ورا الاصنام اللي دوينا هني تقوي تويري يتبوهروي وش مينيتك يكر الدعوة أعمود أعمود الطقوس زيس أعمود الطقوس زيس خصنا هذا نغم كسنا زاقر الناس وقيناس يتسمى ميداس قين يتسمى وقين يحد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم متغيتك ها ذي الطائف وميف ذي الطائف وما نتخاصي حنجاني مزيادة حنجاني مزيادة ما يميق ما خزامي تاني وقاندي الطائف انا حجاني مزيان واش اللي حجاني مزيان بدي سرغانك واصين يتسمى تارنت غير حجاني مزيان بيرو سون لو ماجوري لو ماجوري لو ماجوري هو اللي قبير حجات العام سيزرن سيده من تل زيد رضي الله عنه وميت غيفو وميت غيفو يقيم يا يحشوي تمو فالملائكه وسيد غرس قسم الناس ما خسر زيد أثنى غنبور غيسا أثنى نربز مارا سيدو راس ولاد إن سلام الله الرحمة من رسول الله يسلم من إنا يقل دعاء اللهم اغفر لهم إنهم قوم لا يعلمون يا رب اغفر قال قوم محسين نحن ومن إنا نريد إن استوار مينا غيودانا قفار ونسن دوية ونسن أزوز نيرين إذا سني وذن مش غيريك وفعلا للمستقبل يتسمى إن الفوتورو طائف سنف العلماء مقرنا سنف يتسمى الدعاة سنف إلى آخره فلهذا يا إخواني يعني ما رمينا الآخر هو الدعوة 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 والإخلاص الإخلاص اللي بوي بنادم إخصى منا أذي خيق أذي يهرش ما يمير خمي غير مريت مش حايد نغذيس دي مريت مش حايد نغذيس ها مش حايد زد مش حايد زد شا والو ما والو الدعوة والو الدعوة قيروميين لوروبيو نين غادي يسر منهارا غادي يسر منهارا من غيك غادي يسر ما يفهم الدين بريمير من غيك هذا حضيغة ذيغة رضيغة من غيغة يقار العربية حما ذي أذي غار أذي ذيرك توقع الله تعالى يستور ذيرك توقع الله تعالى ويترجو إلي صغيني ونخسن ذي السنابرين ها شكسد هنا بروفيسيون أبن أترجي دعاء وتغيسنا شي نوا اكذا الصونيا دور ذا اكذا ذا اكذا لا تفهم ذا ترمز وش تفذر خذ يبي صاصة ترباخة تيني هنا بروفيسيون تيني غان هذا ما يمي بوكي لا تضيع فالإسلام أمو الإسلام قصبنا مأثيغة فمي تغي غار هذي فهم هذي سلم فمي غي سلم الدعوة هذي فكار الفاميليانس هذي فكار الجيرانس اللي فكار دوك الناس هذه فكار واخا غير بنادم تغيس ميز تغيس ولهذا
تعبي نطول شوي ها خرج الله يجزيك انتم على الجزاء فاخواني تاد كلمين ان شاء الله اسم مصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهم خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. من جزيك ما هو خلقني جناش انت على اسمك لحقين بالضبط الميكرون الميديا يلا بسم الله بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم لكنني من غير أم وأبي أهوى العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بالنشب مناي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي يا إخوة عاهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا ما للفتى من مطلبي نعم وهل من عمل زاك كتعليمي صبي إذن الإخوة نوضع النهاية تستاذ الله عز وجل أن يتقبل خالص الأعمال للجميع إنو جيوني غانغ ديوسين الله يجزيهم بخير بارك الله فيكم ورغدا الحاج محمد زي الريال السلو الرياشي الله يجزيه بخير السي مصطفى بونو دويوان الأخ بالعيد زي الرشترو تستازل جمال الأخ جمال كذلك الله يجزيكم بخير بارك الله فيكم أحسن الله إليكم تستازل الله عز وجل والتيري بوت تنقات ما ليش نحش الصبح تستازل مشاجد نغنات حسين ما لوالو قاس نعود الشي إن شاء الله شان مع النغنيس نعود فنتستازل الله عز وجل أن يتقبل خالص الأعمال زي الجميع يوقع شان الزلان شان الغلط فانتت المسامحة فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إن شاء الله واني العشاء ديني العشاء واني العشاء أنش شوين سيشو بعد ذلك أنك أنا أقوح رشيدة تختمدني
ها ايوا كاتر ها كانت قد الإضافة نعم عليكم السلام اعتقد لنيتان ان قال الله قال الرسول بينهم دي حنجان هقاين كون بارامتنا كتب زيدا ونغني يعني ثا ديج من ساخقه ماشي نقيها مني ونسيورخ الاسلام هل الاسلام اغانغ هل الاسلام ودني هو الوزغانغ ولا الشين دي وغانغ قال الله قال الرسول اي واحد اقدر حق الشين هقانا اذا الشين نبدا رخو خزن يجنا خن غدرا غان أربعة خمسة زي ثلاثة مزيدا نقيم نزامين غين إذا كاتره ميسي نقواترو ميسي تمدي شان تمزيدا نغني دي شو أمسر من الحمد لله مرة دولا نشين خير حق قانغ نستعد دي ها إذا نخوت غيبة خاخو للأسف مادام الحمد لله الدقا قاي قرابة يعني خصنا في زانا في زانا مليح خصنا تقندي شان تمزيدا نغني تدوال الهدف تقل ماني نغني عاوديش انت نزيد نغني مش من نوزو نوزو مسر من ذمونن مش ذمونن خير حق ذمونن اه غانغ الغير اخي حنجانين الزيانن مش انتي وشو على نجي اي وين ما مش غقنا ذو يعني هو ذا الهدف النغ اذا مش نبدا كني وتزريب اتسي وظن اوا واش انت استاذ الله عز وجل هو سلواني شنو اختي انت شنو حش الله يجزاك ديني شنو حش نعم بس يقصد يلي اخي غاسب مش مش تبغى سريق سريق غادي يقول لهم غنشغل ضغط روح غادي نزيد سندر غاسب زعما من الاشياء لا خش ملي كعرف غاسب يقصد شي لي شمش سريق يسمى خصها البروغرام هي مار المساجي تقصد شاشة نعم يسمى مش نوخ نشين دي كان يلا أكل بينا عيد شي مش تغطي كذي رمضان يسمى الفقية نسان تغطي تزدغان غا بينا عيد يتك دار صديني مش هكوي غا ديني تغطي نصن دار صديني ديني شوي تنو كذلك المساجي دونهم تقصد ميغا كيف نعم ما بين صار بين لا مار المساجي مار كيف كيف مرض مثل ودي وقع يضفع السنة ويضفع بالسنة وقد مو ويتصدم ويتقلم خلي ذي نيق تمسفرة ولكن يخدم يغسل غسل هذا مو يغسل فلهذا مش مجنين نغ أخ عبد الله ينشر وديك تبغى لغن كل شيء زكي جنس نعم نغ هذا يوي ويتصنع يوي تفاضي منه والخبار يوي وهو ناس وغنمور فهمت أن تحت ما يمر انتركامبيار ونيت كنت دار صدا غادي راح نلقى بين علي وني غي بين علي مثلا زي راح غار مونتي وني بدا ندير مونتي غير محابي راح غار ريال فهمت يخص انت تكمل واخا رخصو رخصو يعني وين زما بكاع ما سوا يخير قنساس كلشي خو اساس ذني الحوايج اللي مزوره البدا نسنوقات شوي 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 ان شاء الله واش دايرين في رمضان يخلق في رمضان يخلق خير ان شاء الله لو ما سيمبورتانتي مريمونن واش ان شاء الله ديري كلشي خمني تيري لا اونيون خمني تزد كلشي هون اما ما ريش بدي جبه و... ها انسان يسلو ساد الافكار الناس هذيات الناس ان شاء الله تكون تا ثني غيصرحني رخثو ثني غيصرحني عمدي كوان ثني قوايس تحنقا فهمت خميني تغي ماني سجيفن وش يسلو سان تاع قشر خوثا في الشاثا عاد وقت الناس وش مو غايح الانسان ريح شوية شوية باذن الله ديري الخا الا شي تستوى تيريبو التنكات وتيريبو التنكات
ان شاء الله باذن الله مرض ذي اكيتره ميسي مرور وقنعود نشي باذن الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، يعني جزا الله خيرا يعني لجنة القائمات، يعني أخ الأخوة وقت جمع الأخوة إن شاء الله، خاصة يعني الأخ آمين إن شاء الله بارك الله فيك. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قيج الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني والأخلاق هو ترجمان التوحيد. نشي من صفة المؤمن أن قالوا سمعنا وأطعنا. نشينا لا من حواج يعني الإنسان إلا أنه غنغيش نحج ذي القرآن: فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إش مراد المؤمن الذكر إش تنفع، مراد جبود المؤمن قوى إش تنفعش. إذن الله سبحانه وتعالى يقال في القرآن: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ذا أنا كسجل القاعدة يا أحباب الكرام، يعني سفغنت العلماء زي القاعدة، يا ربما كثير من الناس لا يعلمها. اتصقني هذا والسين بالقاعدة يتني. فالله سبحانه وتعالى من يخرق آدم من يخرق يتشاب قد شاب. يمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بس تسجدني آدم، باش تسجدني آدم من قل الملائكة فسجدوا. يعني إذا الملائكة هم يقينا الرأي هل زرين غا الله سبحانه وتعالى هنيوما نيغزرين غا آدم أنت يعني شاروه؟ لا، بل نظروا إلى الآمر يوم يزرين غزرين غا الله سبحانه وتعالى هنيوما. ولكن إبليس من يقين نظر إلى آدم ولم ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من يثبت يثبت الكبر. إذا احتاج شيئا أيها الأحباب الكرام، يعني الإنسان هذا يغزر منين الله سبحانه وتعالى؟ لا ننظر إلى الأشخاص، يعني يودن غزاشين مركن جبد، يعني العلماء والخطباء نفتشي نغزر من دينار دخل والله ما غستسرد ما يمين، لأن التصف فيوز التاص يعني ولدي شنو تجيبون معصوم إلا الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخضر يد الله عز وجل جل وراه مار. إذن أيها الأحباب الكرام يقصدين يقسموها وراء مارة الإنسان ربدا أذي غزق الله سبحانه وتعالى من داغينا وغزاه وغيوذا، لأن ملك الفضيوذا نزيد غيوذا نزيد فيوثي دقنيوذا، يعني عم مصر حتى الإسلام تشهر والعياذ بالله، لأن ما يميوذا مرض عم صفيوذ مرن عم مار صفيوذ. فلذلك حتى أنه الأخلاق من متسيزات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. يعني والدين عمس النبي صلى الله عليه وسلم دير جاهلية سبحان الله، فسئل الناس من هو أكبر، هل أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس من يوم قال مش نضار رسول الناس لا ضار رسول إلا نشخق قبل المسيح. أخلاق سبحان الله، مشينا على الأخلاق من غير الله ونيح الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني الرسول من موار مارة ربدا مش ميقى ومسرم على سيري صفة المؤمنين سريدي جنحش إن تصيد رب العالمين إن الله سبحانه وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع خاص العلماء الحمد لله جيد وغزبغوا ونشينا باش وديري تقول عياذ بالله أم إبليس إيريق أم الملائكة. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك بخير وبارك الله فيك. إذن إن شاء الله نزاد شترعشاء. الله يجزيكم بخير بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.